موسم الحج على الأبواب، كل سنة وحضراتكم بألف خير يا رب، وربنا يرزقنا ويرزقكم زيارة بيت الحرام. أنا كنت من حجاج السنة اللي فاتت، ربنا يكتبها لكل مشتاق ويا رب يكتبها لنا مرة تانية بإذن الله. على أي حال، النهاردة الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة أعلن عن رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج لهذا العام 1445 هجرية. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين، بيتم العمل بهذه العادة سنويا من خلال رفع كسوة الكعبة بارتفاع 3 أمتار من أسفل الكعبة، وبيتم تغطية الجزء المرفوع بقماش قطني، يعني الإجراءات المعتادة اللي بنشوفها، وبتتزين الكعبة لاستقبال زوارها حجاج بيت الله الحرام. كمان مع طبعا الاستعدادات دي، لازم نستعد كمان من الناحية الإجرائية لأداء الفريضة. وطبعا كان في بعض التحذيرات بتأكد عليها المملكة العربية السعودية، ومهم ان احنا نقولها للناس ونؤكد عليها مرة تانية. طبعا بعض الناس بيدخلوا المملكة بتأشيرة زيارة، وبيكونوا عاملين حسابهم انهم يدخلوا بالتأشيرة دي في وقت قريب من موسم الحج، ويستغل الفيزا ويروح كمان للحج، وده طبعا مرفوض. كمان وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن قرارها بعدم السماح بدخول مكة المكرمة او البقاء فيها لأي شخص بيحمل تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها، اعتبارا من النهاردة، ويستمر العمل بالقرار ده حتى 21 يونيو المقبل. احنا معنا الأستاذ أشرف شيحة الخبير السياحي، بنرحب بحضرتك يا فندم، منور أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك، وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. لو تقول لنا برضو، وكل سنة وحضرتك طيب أولا، وطبعا احنا على موسم وأبواب موسم الحج، لو تقول لنا السنة دي ايه أبرز التعليمات اللي لازم ناخد بالنا منها؟ كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. الحقيقة الموسم موسم الحج هذا العام هو موسم لديه طابع خاص. انا استاذنك بس توطي التلفزيون وتكلمنا. انا ما عنديش تلفزيون. انا معلش. اوكي اتفضل. اتفضل يا فندم. وبالتالي التحذيرات والتنبيه بان معنى اللي مسموح ليك بتاشيره زياره او بتاشيره عمره او تاشيره تجاريه او ما شابه ذلك من التاشيرات، أن يكون مسموحا لك بدخول المملكة ودخول مكة لأداء فريضة الحج، لأن تأشيرة الحج لا تعني فرصة الحج فقط أنك تروح بيها، لا، هي بتعني أنها بترتب لك مساحة من الأرض في المشاعر في عرفات ومنى. اللي ما معهوش هذه التأشيرة يبقى مش معمول حسابه أنه يروح يحج، ومش معمول حسابه برضو في المساحة ان هو يقف على عرفات ولا يقف في منى ويقيم في منى، وبالتالي بيسبب مشاكل واعباء غير طبيعية للحجاج الحاجزين طبيعي ومقيمين طبيعي في مساحتهم المتاحة ليهم والمحددة. فعشان كده معالي وزير الحج شدد على هذا ونبه لذلك، مش معنى انك انت مصرح انك تخش المملكة العربية السعودية انك انت تروح تؤدي فريضة الحج بتأشيرة غير حج. وتأشيرات الحج متاحة ومتوفرة، ولكن تحت من خلال شركات السياحة او من خلال القرعة المصرية او من خلال الشؤون الاجتماعية او الضمان الاجتماعي في مصر. يعني كل هذه التأشيرات متاحة وميسرها الدولة من خلال التنسيق من خلال البعثة الرسمية المصرية ووزارة الحج السعودية. الحج يحتاج إلى تنظيم وترتيب وتجهيز غير مسبوق في المرور، في فرش عرفات ومنى، في تجهيزات الإعاشة، في تجهيزات الأتوبيسات والانتقالات، في تجهيزات السفر. ده الدخيل عليه بغير التنظيم يربك التنظيم ويربك من هو ذاهب لأداء الفريضة ومسدد القيمة بتاعته بالكامل، ويجي واحد علشان هو استغل فرصة انه عنده تأشيرة لدخول المملكة ويحاول ان يقتنص فرصة الحج بلا حق،
فأعتقد دي محتاجة إعادة دراسة دينية وأخلاقية. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا أستاذ أشرف سيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، شكرا جزيلا.